الاعمال نسنت من خلال الابداع نسنت من خلال المساهمه نسنت في ديال برنامج الوزاره فيما يخص شؤون المراه. يجن برنامج تشتغل خاص الوزاره سنين تعتبر الانديه النسويه في رياض الاطفال من ضمن البرامج الاساسيه يجن غير الوزاره كالمخيمات توريد المدارس الرياضيه ابطال الحي البرامج الجامعات الشعبيه الموسيقى الشباب ذا المسرح يجن عدد اللي تم تشتغل الوزاره. نشي نتفكر غير غير استراتيجيه فيما يخص تاهيل يجن عدد المؤسسات الشباب والرياضه فيما يخص المراه لا من ناحيه البنايات أشاك فوان ناس باعتماد تأهيل بنايا وبني شيكات وغتستافد سجن حصة دي منايا على المستوى العنصر البشري ذين تكوين دائم الأطر المشرفة على تدبير المؤسسات وأيضا ذين على المستوى التجهيزات لأن في غياب تجهيزات وزمارات زاد المنتوج كان شكل الشين كوروما ندعم هنا ندعم ونجهز مؤسسات الملايا ونسيتي ان شاء الله سجل نون كجماعه ترابيه بين شيكات غنفكر غزات باش نخرق وغاديش نريها ان شاء الله خاص نشتغل مريتنا باش نخرقيش مؤسسه نموذجيه مامش تنبرمج كيجن عدد من الجماعات يعني نهار اذا ديني جن التصور نغني جن المقاربه نغني توغا قبر الجماعات توفى وعاء عقارين باش اديس المؤسسه بحكم انه ديني جن قانون يجمعنا الجماعات المحليه وبالتالي الوزاره الداخليه على انه توفر الفضاء والشباب والرياضه تؤطر وتجهز نهار اذا ديني امكانيات انه وزاره الشباب والرياضه اتبنى بطبيعه الحال هك جهات النغني جهات النغني سجلت يديرها نمشي باش ان شاء الله انا مسرقه كيج الفضاء يرقى الى ما كانت جامعة بن شيكان شكا السيد الرئيس ان شاء الله شكا السيد مدير المصالح المناسبه شكا قاع الرائدات الاخوات اللي كاين غير تواجدين دانينتين كيجن 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 المنطقه الى حد قريب هذا ستين قوة مالا ديال المنايا ولكن الجهد نومس الاراده نومس الصبارة الجروبا خاصها تخدم هذا تستاند تفدي السيفي تورين يعدون تواضين بعض الاخوان غريندا للمغرب تواصل بشواهد ذور دار المغرب سين الشواهد نسن دفعنتن على اساس انقبرن في سوق الشغل اللي تجان دي بارا اذا نتائج الشهاده مهمه تسمحوا حتى تفهم دي مثلا شعبه الطبخ نهاني لو تبتش على انه النظار يسجن عدد الاوراش فيما يخص السياحه اذا بالنسبه لشعبه الطبخ ديجن شعبه اساسيه وعلى ما اعتقد غاصن دابا شعبه الطبخ يعني ما جاتو غادي لشعبه الطبخ انه تكسي الدبلوم الدوله لشعبه الطبخ اذ ما زيد تخدم لجميع المؤسسات السياحيه ونسيت ان شاء الله هذا ان شاء الله خاف شي جنوش المغني وشكرا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بعدا شي عجبين حال الطس باش خرب بوالدي يضيفهم باش نعرف غادي ندير كليب بزاف حال الطس باش تمني غير كنت داني شويه ديال المجهود عاد غزال ان شاء الله وين ديز تريني هو ان شاء الله الشباب والرياضه في قطاع النسوي تشكري غير الاخوات يسهان في الناديه في مش نهار نزرع يعني مقتطفات لمحات من الابداع نسم نشي نزيد دور سيسمينو ديسم المجلس سيسمنا الرئيس وانتخاري اي مجهود باش نعاون الناديه مرتبطه وان شاء الله نفكر انا كيوم بشراكه كيوم جميع المتدخلين غنغيري غير المركز متكامل ديال مجموعه من الشعاب يجمع النقاش المغاف المنطقي الصور اللي جاونا وكنشكروا سعادة الرئيس سيد مدير المصالح وجميع الاخوان بدون استثناء كنعاود نكرر انه
الناس ديال بني شكر كنطلب منكم تقدموا لهم يد المساعده. حنا هاد البنيوتات ديالنا كنحتضنوهم واخا حنايا نكونوا بعاد عليكم شي شويه ولا هادي، حنا نمدوهم بجميع المسائل، ولكن ملي كيحسوا بالناس انهم راه هما عندهم واحد المسؤوليه وعندهم واحد الاهتمام كيرقاو للاعلى. تبارك الله ما شاء الله كنشوفوا البنات اللي ما قراوش على الاقل ما بقاوش في ديورهم، تطورات واحد الفكره انها اون فوا الواحد الام ولا الاب اللي غادي يكون عنده الثقه فينا وبعث البنت ديالو، يعني هذه راه واحد مساله كبيره بالنسبه لينا. كنتمنوا هاد البنات الحاصلات على الدبلوم انهم ما يجلسوش في ديورهم، ينطلقوا على برا، هذا غادي يكون بحال تشغيل ذاتي، كنعتبروه بحال تشغيل، ما غاديش ناخذوا واحد المسائل كبيره ونخبيوها عنا، ما كاينش حشومه وعيب الا كانت شي حاجه اللي معقوله. وشكرا. Yeah.